السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب الجميع يكون دايما بخير. هنكمل مع بعض بقية التعريفات العامة. كنا قبل كده اتكلمنا في فيديوهين عن المفردات المعمارية المختلفة، تمام، الموجودة في ثقافة العمارة الإسلامية وموجودة في كتير من الكتب، عشان لما تيجي تتوصف يبقى أنا عندي دراية بيها وفي نفس الوقت أقدر إن أنا أعبر من خلالها. هنكمل دلوقتي بقية التعريفات، بس اللي جاي هلاقيها وظائف مختلفة. وظائف مختلفة يعني مباني مختلفة. جايز تكون المباني دي مباني دينية أو مباني جنائزية، تمام، أو مباني حربية أو مباني خيرية أو دنيوية زي ما بنقول كده. هنشوف مع بعض دلوقتي التعريفات المختلفة. أول حاجة هلاقي في عندي الفرق بين الجامع والمسجد والزاوية. ولاحظ إن الجامع والمسجد والزاوية هو أساسا كلهم بيأدوا نفس الغرض، هو مكان لإقامة شعائر الدين والصلاة، تمام كده. يبقى انا اقدر اصلي في الجامع او اقدر اصلي في المسجد او اقدر اصلي في زاويه. الله، ما ايه الفرق بقى بينهم؟ ليه في مسميات مختلفه طالما كلهم مباني دينيه؟ في مسميات مختلفه لان انا عندي مساحات مختلفه، صح كده. وعشان في عندي مساحات مختلفه لازم اسميها مسميات مختلفه. فمن حيث المساحه اصغر حاجه هي الزاويه، تمام. يبقى الزاويه ده مصلى صغير بيخدم ممكن حاره، تمام، او شارع صغير. اما المسجد ده مساحته اكبر من الزاويه وبيخدم بقى عده شوارع، تمام. اما الجامع، لا ده الجامع بقى مسطح واكبر من المسجد والزاويه وده بيخدم مدينه بحالها. يبقى الجامع بيخدم مجتمع عمراني، فعشان كده هتلاقي على الاقل في الحي الواحد لازم يبقى فيه جامع كبير. نفس الكلام المسجد، تمام، ده بيخدم عده شوارع. اما الزاويه، ده الزاويه بتخدم ايه، حاره او مجموعه ايه، حواري جنب بعضها. طيب تفتكر في صلاة الجمعة هصلي في الزاوية ولا في المسجد ولا في الجامع؟ في صلاة الجمعة هقدر أصلي في المسجد أو في الجامع، ويفضل إن أنا أصلي في الجامع. طيب بالنسبة للصلاة زي صلاة العيد، أصلي في الزاوية ولا في المسجد ولا في الجامع؟ لا، صلاة زي صلاة العيد هصلي في الجامع، تمام كده. يعني المفروض تبقى المساجد والزوايا مقفولة، والجوامع، تمام، اللي هي بتساع أكبر عدد ممكن من السكان الموجودين عندي في المحيط العمراني، هيجمعوا كلهم في الجامع اللي هو المركزي بتاع الحي او بتاع المدينه. وهتلاقي دايما فكره الجامع، تمام، اللي هي مرتبطه بصلاه الجمعه وصلاه الاعياد، دايما كمان مرتبط بمناسبات. يعني هتلاقي في الجامع الكبير هتلاقي فيه دار مناسبات، تمام كده، على اساس يبقى ممكن يتم فيه عقد قران اللي هو كاتب كتاب، او ممكن يبقى فيه عزاء، مش كده. ودايما الجامع الكبير الموجود في الحي ده، ها، لاحظ كده دايما هتلاقي جنبيه في مستشفى كبير، ها. يبقى الزاويه مش جنبها مستشفى ولا المسجد، دايما الجامع الكبير هو اللي جنبيه مستشفى كبير. وده فكر متوارث من العماره الايه، الاسلاميه، او عماره الثقافه الاسلاميه، تمام، الحضاره الاسلاميه القديمه. هنلاحظ كده في بدايات اول مدينه، تمام، او عاصمه اتخذت في مصر في الحضاره الاسلاميه كانت الايه، الفسطاط في عهد عمرو بن العاص، تمام. ففي عهد سيدنا عمرو اول حاجه عملها عمل الجامع. الجامع اللي هيبقى فيه متعدد الاستعمالات، ان انا ممكن اصلي فيه، ان انا ممكن اخد حكم او قرار سياسي فيه، اللي انا ممكن اروح بعض الاوقات بستعمله كمستشفى، ان انا ممكن اروح وان انا استعمله كمدرسه او كتاب وغيره، تمام. ففكره الجامع ان اي حد بيجي يعمل مدينه جديده لازم اول حاجه يعملها الجامع. الفسطاط بعدها عندي مدينه العسكر في العصر العباسي. في العسكر برضو لما جت اتعملت المدينه اول حاجه اتعملت الايه، الجامع. طيب بعد العسكر الاقي القطائع، برضو القطائع هلاقي اول حاجه اتعملت هي المسجد الجامع، تمام، اللي هو مسجد احمد طولون. بعد كده هوت القاهره الفاطميه اللي هي ظهرت معايا في العصر الفاطمي، اول حاجه برضو اتعملت معايا مع القصرين الشرقي والغربي ومع الاسوار المرتفعه والبوابات اتعمل الجامع الازهر، وهكذا. هتلاحظ دايما اي مدينه جديده اول حاجه بتتعمل فيها هو الايه، والجامع اللي بيخدم مسطح كبير او بيخدم عدد كبير من البشر اللي هم ساكنين في المدينه في المجتمع العمراني ده. حتى العاصمه الاداريه الجديده دلوقتي هتلاقي اول حاجه اتعملت فيها هو الجامع ومعاها الكنيسه، على اساس ان ديت النواه، تمام، اللي هينطلق منها العمران. طيب ايه هو الضريح؟ الضريح ده مكان فيه حد مسلم مدفون فيه، تمام. ودايما الضريح شكله مربع من تحت، بعد كده بيتحول لشكل متمن، وبعد كده بيتحول لشكل دايره. بص كده معايا على التصميم ده اهو، يبقى ادي المكعب اللي هو في البلان مربع، وبعد كده هيتحول لشكل مربع لشكل متمن، بعد كده من الشكل المتمن هيطلع بقى فوق يبقى شكل ايه، دائري، اللي هو الشكل الكروي بتاع القبه.
ديزاين ده لما اشوفه في العمارة الأيوبية أو في العمارة المملوكية أو في أي عصر من العصور أعرف إن ده ضريح، تمام؟ دايما القبة بتاعته تبقى قبة لاند مارك، علامة بصرية مميزة، ولو هي موجودة في مجموعة زي السلطان حسن أو زي قنيباي الرماح أو زي كوجماسر الإسحاقي أو كتير من العمارة المماليك، هتلاقي دايما موجودة عندي في الكورنر أو واخدة، تمام؟ أو بتطل على ناصية أو بتطل على ميدان، دايما موجودة كعلامة بصرية مميزة، تمام؟ بحيث وانا ماشي اقدر المح زي ده كده، شايفين انا هو كان يقدر يحط ده جنب ده، لا ده بارز بده شويه على اساس يبقى واخد نصي. دايما الفكر ده موجود عندي في العمارة الايوبيه والعمارة المملوكيه وكتير من الايه العصور اللي احنا بندرسها. هنشوف مع بعض دلوقتي المشهد، ها، وان هو مختلف عن ضريح. يمكن من اشهر المشاهد الموجوده عندي في مصر او في القاهره مشهد السيده رقيه، بيقول لك على المكان اللي بيدفن فيه شهيد او اللي الناس بيعتبروه شهيد، واحيانا بيوضع فيه نصب تذكاري ويطلق عليه اسم المزار، تمام؟ المشهد هو هو زي الضريح بالظبط، والفرق بينهم ان الضريح ده متوفي عادي، اما المشهد كان المدفون جواه دوت بيحتسبوه عند الله من ايه من الشهداء. فده كده يعتبر مباني جنائزيه سواء الضريح او المشهد. طيب الرباط، الرباط تعتبر مباني عسكريه، والجامع ومسجد الزاويه دي مباني دينيه. يبقى كده في عند انواع مختلفه من المباني، مبنى ديني، مبنى جنائزي، ومبنى، تمام، حربي او عسكري. الرباط ده نوع من المباني العسكريه كان في البدايه خالص بيسكنه المجاهدون، تمام، اللي هم بيدافعوا عن الاسلام بحد سيف. طيب ده ايام الفتوحات، وهنلاقيها هنا عباره عن ابنيه مستطيله اشبه ما يكون بالقلعه، تمام، اركانها فيها عندي ابراج مرتفعه زي قلعه صلاح الدين كده اهوت، وما زالت الاربطه موجوده لحد دلوقتي. بس بعد ما حصل فتوحات والدولة استقرت، المبنى نفسه، تمام، اتحول من مبنى عسكري لمبنى ديني، بقى أصبح بيوت التقشف والعبادة بيسكنها الإيه؟ الصوفيين. ففكرة الرباط ده حاليا مبنى للعبادة على أساس إن أنا أصلي فيه، وكأنه في مجموعة غرف كتيرة على أساس إن أنا منقطع للإيه؟ للعبادة. يعني شبيهة شوية بفكرة الدير، تمام، اللي موجودة في الفكر المسيحي، لكن مش تبكة، تمام. وهتلاقي برضو موضوع الرباط مش منتشر، يعني هتلاقي مثلا في مصر لما جيت دورت هتلاقي مفيش رباط، هتلاقي موجود في تونس وفي بعض الدول اللي ايه فيها اربطه، والاربطه بقت قليله جدا، لان فكره ان انا اروح اتقشف العباده او ان انا ابعد عن الناس وان انا اترهبن، يعني هتلاقيها قليله شويه عند الايه عند المسلمين. طيب هنيجي نشوف على كده، الحنقاء دي كلمه فارسيه، ها، مش عربيه خالص، اطلقت على البيوت التي اقيمت لاواء الصوفيه، ده في عهد المماليك، وهتلاقي ان هي بدايه بتاعتها كانت في عهد الايوبيين، مثل حنقاء فرج ابن برقوق او برقوق وفرج، وكتير من الحنقوات اللي احنا هنشوفها بعد كده اهو، تمام. بص كده مع بلاند اهو، مسقط الافق دوت بتاع برقوق وفرج او فرج ابن برقوق الموجود عندي في مقابر او صحراء المماليك الشرقيه ما بين طريق الصراد وطريق صلاح سالم. بص كده معايا عليه، هتلاقي ان هنا في عندي مدخل منكسر، وهتلاقي جوه في مجموعة غرف كتيرة جنب بعضها جنب بعضها، في منها بيطل مباشرة على الإيوان، في منها بيطل في جزء خلفي بيطل على الممر، تمام كده اهوت. الغرف الكتيرة دي أشبه بالغرف الفندقية، دي بتسمى خنقوات، ها، خنقوات مفردها خنقاء، اللي هي دلوقتي اتحولت واتحرفت بقت الخنكة. في منطقة عندنا في مصر اسمها الخنكة، الخنكة هي متحرفة من خنقاء اللي هي جمعها خنقوات، تمام كده اهوت. يبقى دي كلها بيوت او غرف لإيواء الصوفية للتقشف وللعبادة. بس خد بالك بقى ان خنقوات انا مش هقعد اتعبد يعني ايه مدى الحياة، لا، ده في وقت معين زي كده اهوت، مثلا العشر ايام الاواخر من رمضان او غيره، تمام. هتلاقي في بعض المسلمين بيحبوا يعتكفوا في الجامع، فعشان اعتكف في الجامع ده انا كده هاخد حيز في الجامع وهقعد ايام وليالي فيه. طب انا دلوقتي انا بجنبي المصليين، وانا الايام والليالي هتعدى عليا وانا قاعد باكل واشرب، تمام، طب فمنظري مش كويس. فبالتالي هو المعماري وجد حل في منتهى الايه منتهى العبقريه، ان هو عمل ايه، عمل مجموعه غرف منفصله شويه عن الجامع، وفي نفس الوقت هي موجوده جوه الجامع على اساس ان انا كمعتكف اعرف ان انا اخد الغرفه ديت اقعد انام واكل واشرب، تمام، وكأني بالظبط في غرفة فندقية، وأتعبد من غير ما ألاقي حد.
فالهدف من الموضوع دوت ايه؟ ان انا بشجع الناس على الاعتكاف، طبعا بياكل واشرب ببلاش تمام على حساب السلطان او الامير. فده بيدل ان هو في العصر الايوبي وبعدها المملوكي كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يقوي الناس من الناحيه العقائديه، وبيشجعهم على الاعتكاف وبيشجعهم على التفقه في الدين وغيره، عشان كده بنى الايه الخنقوات. طيب يبقى ده مفهوم الخنقاء اللي بعد كده هيتحول، هيبقى في العصر العثماني هيبقى تجاريه، وقلنا مفهوم الرباط تمام، الرباط اللي هو المباني العسكريه اللي هي اتحولت لمباني دينيه. هنشوف دلوقتي صوره بصريه للرباط. من اشهر الاربطه الموجوده هو رباط سوسه تمام، شايفين كانه بالظبط قلعه، ها التصميم بتاعها من حجر، الابراج اللي موجوده عند الاركان، ها الارتفاعات يعني ابراج المراقبه، تدرج في الارتفاعات، المسطحات الكبيره الجامده دي كلها بتدل ان ده مبنى عسكري شبه بالظبط القلعه، بس القلعه تبقى موجوده في مكان مرتفع، اما او بتبقى موجوده في جزيره في الميه تمام كده اهوت، زي قلعه صلاح الدين كده اللي موجوده عندنا في القاهره في تبه عاليه، او قلعه صلاح الدين موجوده عندي في طابه على خليج العقبه تمام كده اهوت، دي في جزيره اهو نفس المفهوم بس دي موجود في الصحراء. فالرباط ده طور مبنى عسكري موجود في الصحراء اشبه ما يكون بقلعه محصنه. بص كده معايا على الصور، شكله عامل ازاي، الصوره نفسها تمام، الاسوار المرتفعه، الابراج المرتفعه، شكل العرايس السماء والشرفات اللي هي ممكن ان انا اقف وراها عشان ارمي استهام، حاجات كتير بنشوفها من ملامح الفكر الايه العسكري. ده رباط المنستير، ده برضه يعتبر من ايه من اربطه اللي هي موجوده عندي، اللي هي اتحولت مع الوقت بعد الفتوحات لمبنى الاعتكاف تمام كده، كان انا رايح فيه بحيث ان انا ايه هعتكف او ان انا هترهبن. ها صور كتيرة اهوت وكلها بتشير كأنه هو مبنى عسكري، ومع الوقت هو اتحول بقى مبنى ايه، بقى مبنى ديني بس مختلف تمام 180 درجة عن الجامع. ده مبنى مش جامع، ده مبنى في الاصل عسكري وتحول بقى مبنى ديني للاعتكاف او للايه، لان حد هيقعد يترهبن بقى مدة كبيرة. شايفين شكله عامل ازاي، شبه قلعة قايتباي وشبه القلاع اللي عندنا في ايه في مصر. نشوف مع بعض الخنقاء، زي ما شفنا كده بلان دهوت اللي هو فرج وبرقوق، هخش في ممر منكسر من المدخل تمام، هلاقي في مجموعة غرف كتيرة اهي جنب بعضها، هي دي الخلوات او الخنقاوات تمام، اللي انا ممكن اخش اختلي بنفسي على اساس ان انا هقعد في المكان ده وقت، اعرف اتلو القرآن وانام واكل واشرب كل ده في المكان ده، واقطع اصلي مع الناس وارجع تاني ايه اعتكف. فده مفهوم الخنقوات، بس مش اعتكاف مدى الحياه، ده في وقت معين تمام، على اساس ان الموضوع ما يتحولش الاعتكاف لايه لرهبنه تمام. في فرق بين الاعتكاف وبين الرهبنه، في فرق ما بين ان انا بقعد اختلي بنفسي فتره معينه تمام في ايام معينه، في فرق بين ان انا بختلي بنفسي طول العمر ان انا اترهبن. عشان كده هتلاقي فكره الرباط مش موجوده في اماكن كتيره ان هي ما استمرتش، لكن اللي هي فكره الرباط اللي هي بعد ما تتحول من مبنى عسكري لمبنى ديني. اما فكره الخنقوات دي هتلاقيها كتير قوي من المباني اللي ظهرت عندنا في مصر في العصر الايوبي والعصر الايه المملوكي، وكمان في مباني بره مصر. بص كده معايا على مفهوم الخنقوات ونشوف مع بعض، يعني ده انتيريو ديزاين وانا جوه الغرفه اللي هي متغطيه بقبو وفيها فتحات من جوه واسعه ومن بره ضيقه، على اساس ان اللي بره ما يكشفنيش، وفي نفس الوقت يبقى ده بيساعد ان الواحد يعرف يركز في العباده. دي كلها انقاض مباني، ده مسجد وضريح سلطان انيل، ده برضه في مقابر المماليك الشرقيه بين طريق الاستيراد وطريق صلاح سالم، كتير من العربيات بيعدوا عليه بس مش بناخد بالنا منه تمام. الغرف الموجوده تحت ديت هي الخنقوات تمام. طبعا دي مدرسه كبيره وجامع وفيها ضريح تمام، وهتلاقي فيها سبيل وكتاب وفيها كل حاجه. ادي الصوره هي لمجموعه الخنقوات الموجوده عندي تحت، وهتلاقي في الغالب فوق في كمان غرف على اساس الناس اللي بتدرس في المدرسه يقدروا ان هم ايه يسكنوا في الغرف الموجوده عندي العلويه في فتره الدراسه. شايفين الفتحات الضيقه قوي ديت عامله ازاي؟ عامله زي حاجه اسمها المزاغل. ايه المزاغل دي؟ المزاغل دي فتحات حربيه على اساس ان انا اقدر ارمي استهام من جوه لبره، واللي بره ما يقدرش يرمي عليا استهام تمام؟ اهو نفس المفهوم موجود عندي، بس في العماره بقى بدل العسكريه بقت العماره الدينيه، عشان بتشجع على فكره التصور.
تمام. فدوت المفهوم بتاع الحنقويات، ده من جوه، وادي مش الايه فتحات من بره الموجوده في الدور الارضي. طبعا هشوف ان هوت الممر تمام اللي انا همشي من خلاله عشان اعدي على مجموعه ايه غرف اللي هي خنقوات اهو. ادي الممر اهوت، وادي مجموعه الغرف موجوده عندي في الدور الايه في الدور الارضي. اتفرج كده معايا وشوف مفهوم الخنقوات وازاي هو محلول والسقف بتاعه على شكل قبو. طبعا مش كل للاسف على شكل قبو على جميع الخنقوات، بس في المثال ده في المكان ده اهو كانت الخنقوات موجوده عندي عباره عن غرف على شكل قبو. برضو ان هو تلاحظ ان هنا القبة على شكل القبو على شكل ايه جاي نصف دائري، وفي نفس الوقت المعماري برضو قدر ان هو يحل ويعمل فوقيه ارضية عشان خاطر ايه يعيد استعمال الجزء العلوي منه. ادي الفتحات اهيت اللي هي من جوه واسعة من بره ضيقة عشان تشجع الناس على الايه على العبادة. طبعا للأسف المبنى ده مبنى متهدم تمام، موجود مع مجموعة، وادي الحوائط باينه معايا الاساسات بتاعتي، ودي مجموعه غرف كتيره اللي هي عباره عن خنقوات. هنشوف بعد كده بقى التكيه تمام والفرق بينها وبين الخنقوات. التكيه هو نفس مفهوم الخنقوات بس في العصر العثماني. ايه بقى اللي حصل للخنقوات؟ اتحولت بقت مبنى كبير، الغرف زادت وبقى مكان مخصص لايواء الدراويش المنقطعين للعباده دفعات الاتراك العثمانيين. من اشهر الامثله تكيه السليمانيه اللي هي موجوده عندي في المغربلين، منطقة المغربلين جنوب الغورية قرب شارع محمد علي وقرب سلطان حسن ورفاعي تمام، يعني تعتبر في منطقة أو قرب منطقة الضرب الأحمر أوكي. منطقة المغربلين هتلاقي فيه تكية مشهورة اسمها تكية السلمانية. طيب يبقى إيه الفرق بقى بين التكية ها وبين الخنقاء أو بين التكيات والخنقوات؟ يبقى التكية ظهرت في العصر العثماني، لكن الخنقوات ظهرت في العصر الأيوبي وكانت طورت في العصر المملوكي، ده رقم واحد. رقم اتنين، خنقوات معناها خلوات تمام، ان حد هيختلي بنفسه هيقعد فترة معتكف في الجامع او في مكان قرب الجامع. اما التكية لا، التكية بقى حد منقطع للعبادة باستمرار تمام كده، يعني كأنه معتكف طول العمر. يبقى ده ايه؟ كأنه بالظبط راهب، كأنه يعتبر من الرهبان. طبعا يعني دين الاسلام ما بيشجعش على كده اهو، ولذلك هتلاقي التكيات يعني قعدت فترة وتحولت بعد كده اهوت فكر كمان ان انا اقعد في مكان اكل واشرب وانام ببلاش وعايش طول حياتي ببلاش تمام. فيعني ايه، حتى هتلاقي في حاجه اسمها تنابلس السلطان، وفي حاجه اسمها الدراويش اللي هم قاعدين منقطعين بس للعباده، ما بيشتغلوش تمام، مفيش حياه الا ان هو قاعد بس معتكف للعباده. المفهوم ده يعني ايه واحده واحده اختفى، لان الاسلام ما بيشجعش على ده. لكن في الفتره دي كان في عندنا دراويش او التنابله اللي هما قاعدين بياكلوا ويشربوا ويناموا ببلاش في التكيه. طيب سبيل وكتاب، سبيل وكتاب دول من اجل اعمال الخير اهو. ادي نموذج سبيل وكتاب، هو سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة موجودة عندي في شمال شارع معز في منطقة النحاسين. من تحت سبيل ومن فوق كتاب، هتلاقي دايما الاديب جمال الغيطاني رحمه الله كان دايما بيتكلم على الموضوع ده اهو، بيقول لك من اجل اعمال الخير ان يجي حد يبني سبيل وكتاب. السبيل تمام ان هو بيروي زمع العطشان، اي حد عطشان يقدر يشرب منه، والكتاب ان هو بيعلم الاطفال الصغيره القران الكريم. يبقى ده من اجل اعمال الخير ان انت تشرب حد عطشان وان انت تعلم حد الايه القران الكريم. خد بالك بقى ان السبيل والكتاب كان دايما مرتبطين ببعض زي ما قلنا كده عشان هو يعتبر من اجل اعمال الخير. في اوقات خصوصا في العصر الايوبي المملوكي كنت بتلاقي ان السبيل والكتاب ملحقين بالجامع، الجامع اللي هو المجموعه، ودايما سبيل الكتاب كان واخد نصي ها. في العصر بقى العثماني هتلاقي ان في بعض الاسبله والكتاتيب انفصلت، بقت هي مع بعضها لكن بقت منفصله عن الجامع تمام كده اهوت. يمكن اشهر الامثله سبيل عبد الرحمن كتخدة في العصر العثماني اللي احنا شايفينه ده تمام. بدي فكره السبيل والكتاب، السبيل موجود دايما مستمر في الدور الارضي، ده الغرض منه زي الكولدير ان انا اشرب منه ميه ساقعه، اي حد معاك طبعا ممكن يشرب منه. وهنلاقي في السبيل هتلاقيه بقى بيتكون من ايه، بص كده معايا اضاءه النظر هتلاقي ان في شباك تسبيل، شباك تسبيل يعني شباك مناوله، وهتلاقي فيه كمان ايه، وهنلاقي كمان ان في عند صهريج، صهريج معناه خزان ميه، يبقى خزان موجود تحت السبيل اسمه صهريج، ده رقم واحد. رقم اتنين شباك تسبيل اللي هو شباك مناوله. رقم تلاته هتلاقي جوه في رخامه مايله تمام اللي بتمشي عليها الميه اللي هي بتسقعها، اللي هي اسمها ايه، اسمها شزروان.
يعني زمان ما كانش فيه فريون صح، ولا كان فيه كهرباء اساسا، ولا كان فيه طاقه، فازاي كان بيسقع الميه؟ كان بيخلي الميه تمشي على لوح، تمام، رخامي. بعد ما كانت بتعدي على اللوح دهوت كانت بتتحول من ميه عاديه لميه ساقعه. فاللوح الزجاجي ده، اللوح الرخامي ده هو كان اسمه الشاذروان. يبقى اي سبيل هنشوفه لازم يبقى فيه عندي شباك تسبيل فوق، ولازم يكون تحت عندي فيه صهريج اللي هو خزان ميه، ولازم كمان يكون فيه عندي لوح رخامي اسمه شاذروان الميه بتمشي عليه. وهتلاقي دايما ان كان في حد بره اسمه السقا، تمام، اللي هو كان ممكن يساعدك ان هو يجيب لك الميه ويديها لك. برضه السقا ده كان وظيفه على اساس ان هو كان بيحمل الميه ويروح على البيوت ويديهم ايه، ميه نظيفه. وهنلاقي ان جوه السبيل في حد اسمه ميزان ميلاتي، دي وظيفه تانية، اللي هو كان بيقدر ان هو يطلع الميه ويحطها على لوح الشذروان، فده كان ليه وظيفه، تمام. يبقى في عندنا حد اسمه ميزان ميلاتي وحد اسمه السقا، وان السبيل مكون من شباك تسبيل وصهريج، تمام، تحت الارض، وفي عندي كمان فوق الارض بعد الميه ما بتطلع لوح الشذروان. بالنسبه بقى للكتاب، هلاقي ان الكتاب دايما كان موجود فوق السبيل، ودايما الكتاب في دور علوي زي ما احنا شايفين كده. طب ليه الكتاب في دور علوي، وليه الكتاب دايما واخد ناصيه، ها، وشايف قدامه الشارع؟ خد بالك بقى، يعني الموضوع فيه عبقريه في التصميم. انت بتتعامل مع طفل صغير، الطفل الصغير دايما عاوز يحس ان هو في مكان مفتوح، في الاوبن اير. لو انت حطيته في مكان كل حوايط حواليه هيكره المكان، تمام، مش هيجي تاني. لذلك هتلاقي في معظم الحضانات لازم يعمل جرين، لازم يعمل العاب في الجرين دهيت عشان الطفل ما يتخنقش. لازم هتلاقي في الحضانات، هتلاقي دايما في حاطط في الحوائط خلفيات. الخلفيات ديت عباره عن لوحات، تمام، فيها برضو جرين وفيها لعب، تمام، عشان الطفل دايما يحس ان ما حولوش حوائط، كانه قاعد في مكان مفتوح. فخد بالك من الموضوع ده اهو. هتلاقي في العصر الايوبي والمملوكي رأى القصة دي قوي طبعا، وبالمرة كمان في العصر العثماني. عمل ايه بقى؟ خلى الكتاب فوق السبيل، تمام كده، والكتاب دوت على الاقل واخد ناصية، يعني شايف شارعين. طبعا الكتاب دوت واخد ان هو عبارة عن ناصيتين، يعني شايف 3 شوارع، فالمينيمم بتاعي ان هو واخد ناصية يبقى شايف شارعين، على اساس ان الطفل الموجود فوق هو قاعد بيتعلم القرآن الكريم وعلوم الدنيا والدين، تمام، اللي هو يعتبر الطفل لسه صغير. هيبقى قاعد وكأنه قاعد في الشارع، قاعد لامح الرايح واللي جاي من فوق، وشايف حاجات كتير، تمام، فكأنه قاعد في مكان بره في الاوبن اير، مع العلم ان هو برده فيه شيد وان هو معالج، تمام. بس هي القصه كلها ان انا عاوز احس الطفل ده ان هو قاعد مع الناس وشايف الناس رايحه وجايه، وفي نفس الوقت هو يبقى قاعد حابب المكان، مش قاعد في مكان زي السجن. فالموضوع ليه شوية علاقة بنفسية الأطفال والدراسات، تمام، الفكر، وإزاي أنا أراعي البعد الإيه، البعد اللي هو بتاع السن، تمام. وده فكرة السبيل والكتاب اللي دايما كانوا مرتبطين مع بعض، اللي هما من أجل أعمال الخير. طيب هنشوف مع بعض بيمارستان. أو بيمارستان معناها بيوت المرضى أو المستشفيات بشكل عام، وهي مش بس مستشفى أمراض عقلية. من أشهر الأمثلة بيمارستان ألون اللي هو موجود عندي في السكتش ده. بيمارستان دي كلمة اتحرفت بقت مورستان، واحنا دايما عارفين ان كلمة مورستان اللي هو ايه، اللي هي مستشفى الامراض العقلية. هي في الاصل بيمارستان دي معناها مستشفى عام، فيها جميع التخصصات، فيها الرمد، فيها العظام، فيها برضو العلاج النفسي، فيها كل حاجة، تمام. لكن مع الوقت بقى بيمارستان متخصص في الايه، في الامراض النفسية. عشان كده بقى بيمارستان لما حد يقولها اللي هي مورستان، يعني بتكلم على ايه، عصرات المجانين. لكن هو في الاصل بيمارستان دي معناها مستشفى عام، مستشفى فيها جميع التخصصات زي ما هنشوف بعد كده. طيب الوكالات، الوكالات هي موجوده عندنا تحت اهيت، اللي هي الوكالات عباره عن ايه، عباره عن ابنيه ضخمه بيأوي اليها المسافرون او القوافل، اللي هي القوافل التجاريه. خد بالك بقى، هي طبعا بتحتوي على مدخل مرتفع شاهق الارتفاع وعريض ويوجد بالدور الارضي اكيد. وهنلاقي ان في عندي في دور الارض دايما محلات بره، تمام، وهتلاقي جوه في مخازن وحواصيل، وهتلاقي دايما في الدور الارضي برضو في مكان للدواب اللي هو الجمال والحصينه والحمير، اللي هي ايه، وسيله المواصلات اللي انا محمل عليها زي كده باركنج دلوقتي. يبقى دايما في اسطبل عندي في الدور الارضي، في مكان عشان خاطر يقوي بقى الايه، الدواب، بحيث ان هم يستريحوا ويقعدوا ويشربوا وياكلوا وغيره. هتلاقي في غرف مفتوحه على الفناء اللي في الدور الارضي، التاجر بيحط فيه البضاعه بتاعته، اللي هي المخازن بتاعته والحواصيل، تمام. وهتلاقي دايما بره في عندي حوانيت اللي هي المحلات التجاريه. أدوار بقى متكررة من أول، يعني عندي أرضي وأول، الأرضي والأول عبارة عن مخازن وحواصيل،
يعني مكان للتخزين، وهنعرف الفرق بينهم. اما من اول بقى التاني لحد الدور الاخير دي كلها غرف سكنيه، تمام، غرف خانات عباره عن فنادق، تمام، بحيث ان هي تبقى سكني نفس مفهوم الفندق اللي احنا بنشوفه دلوقتي. الفندق دلوقتي عباره عن ايه؟ عباره عن غرف كتيره جنب بعضها جنب بعضها، كل غرفه فيها حمام، تمام. ونفس المفهوم ده ظهر في الفتره دهيت في العصر في العصر العثماني وقبل العصر العثماني، كان في العصر المملوكي وطور جدا في العصر المملوكي. يبقى عباره عن ايه بقى؟ تخيل نفسك تاجر، تمام، الوكاله جايه من التوكيل، تاجر في حد موكلك من الايه، الشام او جاي من المغرب او جاي من مكان بعيد، تمام، او من اليمن، وجاي ومعاك تجاره متحمله، فانت عاوز تروح المكان ده اهوت اللي انت وصلت له، عاوز تسوق تجارتك. فعشان تسوقها لازم الاول تخزنها، تمام، اللي هي التجاره بتاعتك هتتخزن في مخازن، وفي نفس الوقت انت هتقعد في مكان جنب التجاره بتاعتك اللي هي متخزنه، وفي نفس الوقت تبقى جنب المحلات عشان تعرف تتسوق، وفي نفس الوقت برضو يبقى في اسطبل كبير عشان خاطر الايه، عشان خاطر وسيله المواصلات اللي معاك اللي هي الحيوانات وقتها اللي هو الجمل والحصان والحمار. تخيل بقى ان المبنى ده شامل كل اللي انا بقوله. فالدور الارضي دايما بيبقى فيه عندي مخازن، المخازن دي بتبقى قريبه من المحلات. الدور الاول بيبقى فيه عندي حواصيل اللي هي الحاجات اللي هتتخزن شويتين اللي هي ايه، هحتاجها اسوقها بعد كده. طيب يبقى اذا هيخش في المسطح الكبير دوت جمل وحصان ايه، محمل زي ما بيقولوا. من اول بقى الادوار العلويه دي كلها عباره عن غرف بعضها متصل وبعضها منفصل، على اساس ان ممكن التاجر ها ياخد ثلاث غرف فوق بعضهم متصلين بسلم داخلي، تمام، او غرفه او غرفتين. تخيل بقى ان كل غرف ديت عباره عن وحدات في بعضها منفصل وبعضها متصل راسي، سواء غرفتين في بعض او ثلاث غرف فوق بعض بسلم داخلي. هنا في عبقريه في التصميم بتاعي اهو. هتلاقي برضو في حاجه مهمه، ان هتلاقي ان دايما الفيو، دايما الفندق انا بسكن وعاوز فيو قوي، فالفيو بالنسبه لي ان هو الفناء الداخلي. عشان كده هتلاقي الفناء الداخلي هو مهتم بيه وعامل فيه عنصر ميه ومنسقه كويس، ده الفيو لكل الغرف اللي ايه الموجوده عندي في الوكاله دهيت. طبعا بره الوكاله بلاقي في عندي محلات اللي هي بتعرض الايه، التجاره دهيت، بحيث ان التاجر بعد ما يسوق حاجته هيبدا بقى يروح الاسطبل، هياخد كل الايه الحيوانات اللي جايه معاه اللي هي وسيله المواصلات بتاعته، وهيبدا ان هو يتحرك، تمام، ويروح بقى لايه، للبلد بتاعته. فشوف قد ايه بقى مدى احترام للتجاره، ده يعتبر مبنى تجاري، مدى احترامه للتجار والتطور الفكري المعماري في العصر ده اهو. تمام، هنشوف مع بعض بقى سبيل قطاع عبد الرحمن قطخده اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. ادي البلان بتاعي في الدور الارضي، ادي برده مدخل، الاقي ان في عندي زي دركاه، والاقي في سلم طالع على الدور العلوي، ده مخصوص لايه؟ ده مخصوص اطلع فوق عشان الكتاب، اما السبيل بيخش مباشره على ايدي الايه، الشمال. طب انا دلوقتي عاوز اشرب، هخش كده؟ لا، هشرب بره من شباك التسبيل، تمام. الاقي ان في عندي سقه ممكن ان هو يبدا يديلي الكوبايه فيها ميه يشربني، وممكن الاقي جوه مزملاتي، تمام، اللي هو بيبدا ايه، يشيل الميه من الصهريج ويبدا يطلعها فوق عشان خاطر ايه، الميه تسقع من خلال لوح الشزروان. يبقى عندي فيه شباك تسبيل ثلاثه اهم، وفي عندي نقط جوه لوح شزروان الميه بتمشي عليه، وفي تحت السبيل عندي ايه، صهريج. اطلع بقى للدور العلوي الاقي الكتاب، ادي زي ما انتم شايفين كده مسطح كبير، تمام، في شيت خشبي منظره جميل عشان الاطفال يحبوه، زي ما انتم شايفين كده هو بيطل على ثلاث شوارع، ده يعني ايه في النموذج السبيل في سبيل الكتاب ده اهو. في بعض الكتاتيب الثانيه بتلاقي بيطل على الاقل ايه، على الاقل شارعين، بحيث الطفل يحس ان هو ايه، ان هو مع الناس مش بعيد عنه. طبعا هتلاقي الفرش كله بلت ان، تمام، والتخزين كله برده ايه، مخازن بلت ان. ده وكاله الغوري، واحنا عندنا فيه وكالات كتير في القاهره، زي وكاله الغوري وكاله بزرع وكاله قايد باي، وكتير من الوكالات اللي احنا ممكن نعدي عليهم ونشوفهم، تمام. من اشهر الوكالات الموجوده عندي قرب جامع الازهر وخلف جامع محمد بيك ابو دهب هو وكاله الغوري. ها صوره برضو تانية، زي ما احنا شايفين مفهوم الوكاله، زي ما احنا قلنا كده الدور الارضي والاول بيبقى في عندي مخازن، ومن اول التاني لحد الدور الاخير بيبقى في عندي سكن. طبعا السكن دوت مخصص للتجار، مش اي حد هيسكن فيه، تمام، دول جايين من بعيد مسافرين. اما المخازن دي مخازن بتاعت التجار، في عندي اسطبل كبير تحت برضو على اساس ان الايه، يبقى جنب التاجر في البضاعه بتاعته وفي الايه، وسائل المواصلات او الحيوانات الدواب يعني اللي هو جاي بيها، تمام. وهلاقي بره في عندي مجموعه دكاكين او محلات او حوانيه بتطل على الخارج. طبعا هلاقي ان في بره صف من الغرف بيطل برضو على الخارج. فانت دلوقتي عندك تو اوبشن، تمام، يبقى انت دلوقتي عندك اختيارين،
جوه الوكاله كتاجر، ممكن تقعد فيه على فيو خارجي تمام، عشان تشوف الايه الشارع الضيق اللي هو فيه الناس رايحه جايه، او تبقى على فيو داخلي اللي انت بتبص فيه على ايه على الناس اللي داخلين وخارجين تمام، في المكان ده اهو اللي هو فيه النافوره تمام، اللي هو متصمم بشكل جميل. هنيجي نشوف بقى اخر حاجه اللي هو مبنى الحمامات. الحمامات او الحمام، مبنى الحمام ده مبنى عام مختلف تماما عن الحمام بتاع البيت. فلما اجي اقول حمامات ده مش معناها زيه زي حمام البيت الموجود دلوقتي او الحمام الموجود عندك في الشقه. يبقى الحمام الغرض منه هو نظافه البدن واستحمام وازاله الشعر. الله، طب ما كل الحاجات ديت ما انا بعملها في البيت، ايه الفرق بقى بينه وبين حمام البيت؟ بص كده معايا، كما انها وجدت بالاسواق العامه بالقرب من الجوامع، وجدت ايضا بقصور وبنيت فوق وتحت الارض. يبقى في بعض الحمامات فوق الارض وبعدها تحت الارض. لاحظ بقى ان شاء الله يبقى في محاضره كامله عن الحمامات، بس الحمامات بشكل عام انا اقصد بيه اللي هو ايه بقى دلوقتي، اقصد بيه دلوقتي اللي هو النادي الصحي تمام. النادي الصحي ده او اللي هو زمان اسمه الحمام عباره عن ايه، هتلاقي ان الحمام دوت زي ما قلنا كده في منه تحت الارض وفي منه فوق الارض، وفي منه قرب الجامع في الاسواق وفي منه في القصور تمام. طبعا في منه مخصص للرجال وفي منه مخصص للحريم، وفي منه بيبقى في اوقات مختلفه رجال او حريم او في ايام مختلفه. الفكره ان هو في الحمام هو مختلف عن البيت طبعا، ده منشاه كبيره اسمها الحمام، ممكن ان انت هتدلك او هتستحمى من خلال ان في عندي مغطس كبير، وهتلاقي كمان ان في جوه زونينج، يعني مكان ان انا هشيل فيه اللبس بتاعي، مكان تاني هيبقى بارد، مكان تالت او تاني هيبقى حار، ومكان بقى تالت هيبقى عباره عن مكان متوسط ما بين الايه الحار والبارد اللي هو المعتدل. فهي عباره عن مجموعه فراغات بتمشي فيها، وفي جوه مغطس، في مغطس ساخن ومغطس بارد تمام. يعني جوه في كده سيناريو بيتم علشان الموضوع يبقى مختلف تماما عن الايه على الحمام الموجود في البيت. طبعا هيبقى في حد بيساعدك، هيبقى في عندك مدلكاتي وهيبقى في حد بيساعدك بفكر معين. طبعا الاضاءه فيها اضاءه خافته عشان ما حدش طبعا البيت العمراني يشوف اللي جوه، فزي ما انت شايف كده اضاءه معالجه تمام، ومفيش فتحات بمعنى كلمه فتحات، دي فتحات يا دوبك تخلي اضاءه خفيفه وفيها ازاز عشان ما حدش يشوف ايه، عشان اللي بره ما يشوفش اللي جوه. فكره الحمام مش بس ان انا عشان استحمى، ساعات كان بيتم صفقات جوه الحمام. تخيل بقى، يعني هتلاقي تجار، مجموعة تجار رايحين يستحموا في نفس الوقت بيعقدوا صفقة تمام كده. فالفكر ده هتلاقيه في الأفلام القديمة قد إيه الحمام كانت حاجة في منتهى الأهمية. برضو من وقت للتاني كانت لازم تلاقي الناس كلها بتروح الحمامات، الاستحمام فيه كان بيختلف تماما عن الاستحمام في البيت، خصوصا كمان يعني قبل الزفاف أو لو في أي مناسبة أو في الأعياد وغيره. ففكرة الحمام دي فكرة يعني في منتهى التطور ظهرت معايا في عمارة الثقافة الإسلامية، وفي منشأ كامل اسمه الحمام تمام. شوف بقى ده في العصور الوسطى، في الوقت ده هو كان أوروبا لحد ما الكيرف بتاعها كان نزل، في الوقت ده هو احنا عندنا الكيرف بتاعنا كان عالي، وكان وصلنا لإيه لقمة المعمار، لقمة العمارة تمام اللي تنتمي لعمارة الثقافة الإسلامية. احنا كده يعتبر خلصنا كل التعريفات، سواء كانت تعريفات خاصة بمفردات العمارة الإسلامية أو تعريفات خاصة بوظائف مختلفة. طبعا احنا بنقول على سبيل المثال لا الحصر تمام، فكل اللي فات ده مش حصر، ده في حاجات برضو واحنا شغالين هنشوفها مختلفة عن اللي انا بقوله، بس ده اشهر الحاجات اللي احنا ممكن نعدي عليها تمام كده يا شباب. يبقى المطلوب مني دلوقتي، المطلوب مني دلوقتي ان انا اجيب ورقة واحدة بس اكتب عليها الاسم، التاريخ، اسم المادة واسم الجامعة، يعني كل بياناتي. وهبدأ ان انا استعمل قلم رصاص، ممكن تستعمل القلم الجاف والالوان، وهبدأ ان انا اختار حاجة من الحاجات اللي اتشرحت، وهبدا ان انا ارسمها سكتشز، وابدا اطلع عليها اسهم واشرح تمام كده يا شباب. الرسم لوحده مش كفايه والشرح لوحده مش كفايه، لازم الرسم مع الشرح، ولازم ان انا اطلع اسهم واشرح بشكل مباشر على الايه على الرسم تمام. يبقى انا اختار اي حاجه من الحاجات اللي احنا شرحناها وابدا ان انا اطلع عليها اسهم وايه وابدا ان انا اشرحها عشان اشوف انت استفدت ايه، والحاجات اللي انت ما استفدتش بيها هعرف ان انا بعد كده اكد لك عليها، وفي نفس الوقت عشان هيبقى ليك درجه على الشغل ده. شكرا لكم يا شباب، ورب يكون استفدنا استفادة كبيرة، واشوفكم دايما بخير، وهيبقى نشتغل دلوقتي. دكتور كمال الجمالاوي.